طبعا خلاص تعالوا نروح نبدا اخبارنا ودايما نبدا اخبارنا من المارد الاحمر. بعثه النادي الاهلي وصلت بسلامه الله النهارده طبعا قادمه من النيجر بعد رحله يمكن استغرقت 5 ساعات ونص. وصلت مطار القاهره عبر طبعا طائره خاصه. طبعا فريقنا رجع بعد من الحمد لله ما حقق انتصار مهم جدا في بدايه مشواره على طريق الاحتفاظ ان شاء الله بالبطوله الافريقيه من خلال طبعا هدف اليو ديانج. فور وصول بعثة النادي الأهلي يعني فضل الجهاز الفني للفريق منح اللعيبة راحة لمدة 48 ساعة. اللعيبة هتاخد راحة يومين وإن شاء الله يرجعوا بإذن الله يوم السبت اللي جاي بيستعدوا لمباراة نادي الاتحاد السكندري اللي هتكون إن شاء الله في يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 7:30 في استاد الأهلي والسلام. دي طبعا الجولة الرابعة للنادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق. وزي ما احنا شايفين بعثتنا وصل يعني بالسلامة الحمد لله. الجهاز الفني طبعا بيديهم راحة يومين على أساس طبعا الإرهاق ويستعدوا بشكل جيد لمباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم الاثنين قدام الاتحاد السكندري إن شاء الله بإذن الله. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ النهاردة مدير الكورة في النادي الأهلي بيأكد أنه الفريق أغلق مؤقتا صفحة أفريقيا بعد ما فزنا طبعا على سونديب. بيستعد حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين اللي جاي، مباراة مهمة جدا. وقال عنها أنه الجهاز الفني واللعيبة بيسعوا لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري عقب طبعا الفوز في أول جولتين لا سيما، وأنه الاتحاد السكندري منافس قوي أكيد ومباراة صعبة بيتعمل لها ألف حساب. مدير الكورة النهاردة كابتن سيد بيوضح أنه كان يعني في برنامج مسبق معد بعد العودة من النيجر عشان يعني خلاص يدخلوا مباشرة كمان للقاء الزمالك يوم 28 ديسمبر، وده البرنامج اللي لم يتغير برغم من تأجيل لقاء القمة. طبعا انه طرف المباراة كمان يعني هو يعني بس مفيش تغيير في البلان نفسه. لا مفيش تغيير في الخطه، والاهلي هيخوض مواجهه قويه جدا زي ما قلنا لحضراتكم قدام الاتحاد في نفس اليوم. سيد عبد الحفيظ كمان بينهي تصريحاته على تاكيده ان لاعيبه الاهلي عندهم كل الخبرات الكبيره اللي بتمكنهم من الفصل ما بين المواجهات الافريقيه او المحليه، لكن بيبقى الهدف الدائم هو البحث عن الفوز وبالتالي كابتن هاني اسعاد الجمهور. اكيد مفيش شك طبعا، متعودين النادي الاهلي بيقفل صفحته زي ما احنا شايفين وصول البعثه بالسلامه ان شاء الله. زي ما قلنا البعثه باذن الله او الفريق يعني هياخد 48 ساعه راحه بيستعد تدريبه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري.